الميدانية في ريف دمشق تحديدا ينضم إلينا من هناك حسان تقي الدين مراسل شبكة شام. أهلا بك معنا سيد حسان، ما هي أهم المكاسب التي حققها الثوار اليوم في المعارك الدائرة في ريف دمشق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. الليحة لا تزال تشهد معارك، محاولات تقدم من جيش الأسد. البارحة مساء قام جيش الإسلام بنسف مبنى وتدميره بالكامل. كانت قوات النظام تحاول السيطرة عليه واعتلاء السطح. حصلت اشتباكات بين قوات الثوار وقوات النظام دامت لساعات عديدة. استطاع بها الثوار قتل قائد عسكري وهو المسؤول عن عمليات الهندسة في جيش النظام. القصف لم يتوقف على مدن الغوطة الشرقية، أكثر من 13 غارة على مدينة المليحة في مدينة دوما. سقوط العديد من القذائف أدى إلى مجزرة بالواقع، استشهاد أكثر من 8 شهداء بينهم طفلين وامرأة وعشرات الجرحى. اليوم الثوار أعلنوا عن إسقاط طائرة استطلاع كانت تحلق في سماء الغوطة الشرقية في داريا. قصف مدفعي يستهدف وسط المدينة بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي في سماء المدينة. قصف مدفعي عنيف على أحياء الزغراني من الحواجز المحيطة بالمدينة. في العاصمة دمشق سقوط العديد من القذائف في منطقة المالكي وساحة الأمويين والقصاع وأربعة قذائف على جرمانة. أود التنويه أختي الكريمة عن أنه لم يتم تحرير معمل الخميرة أثناء اشتباكات البارحة. نعم، طيب يعني هل من إحصائية محددة لخسائر النظام من هذه المعارك؟ خلال الأربعة أيام الماضية تم قتل ما يزيد عن 100 من عناصر الأسد وتدمير أكثر من 5 عربات للجيش النظامي. يعني القوات النظامية تحاول التقدم باتجاه الجبهات، ولكن الجيش الحر والثوار يقومون بردع هذا التقدم ويكبدون الجيش النظامي خسائر فادحة. طيب كيف يبدو الوضع الإنساني بريف دمشق في ظل هذه المعارك؟ الوضع الإنساني يعني لا يزال صعب للغاية. الحصار مطبق على الغوطة الشرقية وجميع مدن الريف الدمشقي بشكل عام. يعني اليوم كما ذكرت لك أختي الكريمة، سقوط العديد من القذائف أدى ذلك إلى تدمير هائل في الممتلكات للمدنيين في مدينة دوما، استشهاد ما يزيد عن 8 شهداء بين الشهداء طفلين. لا يزال الاستشهاد، هناك حالات استشهاد أطفال، لا يزال هناك حالات استشهاد نساء. نعم حسان تقي الدين مراسل شبكة شام كنت معنا من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك. الله أكبر.